صباح الخير صباح النور. مدام اوفيليا موجوده؟ مين؟ مدام ساميه سامي موجوده؟ اقولها مين؟ بكري السرياوسي في ميعاد بينا. اتفضل هبلغها حالا. شكرا. طب ما انت سريعه اهو. لحظه هبلغ المدام. قولي لها بكري السرياوسي معاه واحده سريعه ما يعرفهاش. عنك. شكرا. معقولة يعني يبقى شحط زي واقف كده سايب واحدة سريعة بطيئة شايلة شيلة؟ أنا ما عنديش نفر. إيه؟ ما عنديش بصر. لا ميرسي، أنا اللي لازم أسلمه لها بنفسي. مع حضرتك أنا هشيل الورد وهي أول ما تنزل أسلمه لها بنفسك. ما ينفعش، في وصل استلام لازم هي اللي تمضي عليه. أنا سامع صوت سلالة مع السلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا ارتاحوا، انتوا واقفين ليه؟ شكرا. ميرسي. اشربوا. اني ميرسي ولا حاجه. قهوه مظبوط بس. ما اتنين عصير. انا بحب حضرتك قوي وكان نفسي اشوفك من زمان. وانا معجب بجميع كل اعمالك وخصوصا دور اوفيليا. ميرسي قوي على ذوقكم. انتوا متجوزين؟ لا لا لا، متجوزين ايه حضرتك؟ انا اللي جايبه الورد بتاع كل سنه بمناسبه عيد جوازك. وكمان جايب له ورد. ميرسي قوي على ذوقك، انت تري جونتي. لا يا فندم، ده انا بكري السرياوسي جاي اشتري من حضرتك المسرح. المسرح؟ احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا جو. ألف رحمة ونور عليك. وبكري وصل؟ لا يا جلتي بيه، لسه وصل. أوكي. يا سلام يا بكري، لو عرفت جيب لنا المسرح هنبقى ملوك الليل وآخره. اشربوا. ما هو يا فندم بنشرب. طيب بعد اذن حضرتك انا لازم امشي، ممكن تمديني على الوصل بتاع الورد؟ جودة دايما كان بيملا اوضتي في المسرح ورد. احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا شوكت. شوكت؟ يبقى دايما جيب لها ورد. ده هي بتاعت الورد وهو بتاع المسرح. انتوا متجوزين؟ متجوزين ايه حضرتك يا فندم؟ انا معرفوش، انا اول مره اشوف. وجوزته بالسرعه دي؟ لا يا فندم، ده هي جايه تشتري المسرح وانا جاي ابيع الورد. لا انت اللي جاي تجيب الورد وانا اللي جاي اشتري المسرح. لا يا راجل تلخبطتني، حرام عليك. لا لا لا، لما انتوا بتعملوا كده من دلوقتي امال لما هتتجوزوا بتعملوا ايه؟ صحيح، لما نتجوز هنعمل ايه؟ ممكن تقعد ساكت؟ انا ساكتين. شوفي بقى حضرتك، الجوازه واقفه على ان حضرتك تنضن على وصل المسرح وعقد الورد، اصل باباها مصر الزفه تكون على المسرح. احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا رستم. هو جوده ولا شوكت ولا رستم؟ جوده شوكت رستم، اسم كبير في عالم المسرح. اللي يعرف جوده شوكت يعرف يعني ايه رستم. يعني ايه رستم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعرف انها كانها لانها كانها لانها ازاي؟ كانها عايشه في الماضي لانها بتحب الماضي اكتر من الحاضر. تشربوا ايه؟ لا مش متجوزين. تعرف اننا كاننا لكننا كاننا لاننا يعني ايه؟ كاننا متجوزين لكننا اول مره نشوف بعضنا. الله يرحمك يا جوده.